يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المسيح عليه السلام لم يصلب ولم يقتل بل عاش بعد ذلك مدة، الله هو الذي قال هذا يا أخي، قال وما قتلوه وما صلبوه، الله هو الذي نفى هذا وقال وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، إنما قتلوا وصلبوا رجلا يشبه المسيح، ظنوه أنه هو المسيح. نعم.